بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من المجلة السياحية اللي بنستعرض فيها دايما أخبار قطاع السياحة خلال الأسبوع المنصرم، وبنفرد فيها دايما لموضوع رئيسي مع ضيفنا في الاستوديو. الحقيقة موضوعنا النهاردة عن صدور قرار وزاري بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وده بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. القرار نص على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 5 نجوم 40 دولار أو ما يعادلها، وبالنسبة للفنادق 4 نجوم 28 دولار أو ما يعادلها. من المقرر أنه يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من الأول من نوفمبر عام 2021، والحقيقة ده بيهدف للارتقاء بالمقصد السياحي المصري وتطوير قطاع السياحة وتقديم مستوى أفضل وأكثر جودة للخدمات. ده موضوعنا الرئيسي في حلقتنا النهاردة من المجلة السياحية. قبل ما نروح لهذا الموضوع ونتكلم عن كل تفاصيله، خلونا الأول نتابع آخر أخبار قطاع السياحة في مصر خلال الأسبوع الماضي، وبعده هيكون معانا هيضيف مهم جدا الأستاذ علاء خليفة خبير التسويق السياحي الدولي بعد ما نشوف أخبار السياحة في أسبوع. في اجتماع موسع للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، استعرض خالد العناني وزير السياحة والآثار في عرض تقديمي تفصيلي استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب عرض أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وملامح الوضع السياحي والأثري الراهن. الوزير تحدث أيضا عن الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة واستئناف الحركة السياحية والتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها، حيث تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس عام 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وتم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 19654 لتلقي شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات سائحين بعدد من اللغات المختلفة. اجتمع وزير السياحة والآثار خالد العناني مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين. تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين، استكمالا للفعاليات التي يعقدها الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 والذي تم افتتاحه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر. شاركت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في ندوة بعنوان السياحة المصرية إرساء أجواء جديدة للسياحة، وخلال الندوة أوضحت المسؤولة بوزارة السياحة أن قطاع السياحة يعد من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد ترويج للمقصد السياحي المصري بصورة جديدة، وذلك في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر. هذه هي القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون تحف شهر أكتوبر بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف، عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بها. ومن أبرز هذه المتاحف متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف ركن فاروق ومتحف الشرطة القومي، متحف قصر محمد علي بالمنيل. استضافت قلعة قطبي بالأسكندرية وفدا من 15 سفيرا وقائمة بالأعمال من الدول الأيبيرو الأمريكية
وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة الأسكندرية. وتضمن الوفد سفراء دول كل من المكسيك والأرجنتين وبنما والإكوادور وفنزويلا والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وغواتيمالا وكولومبيا والأوروغواي وغيرها. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل البيت المعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس والمتاخم لمعبد الأقصر في الكشف عن عدد من الأنفورات والمسارج من العصر البيزنطي. هذا الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع، حيث تم الكشف من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة. في إطار خطط الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، بما يعمل على تحسين تجربة الزيارة لديهم وتشجيعهم لتكرار الزيارة مرة أخرى، أنهت وزارة السياحة والآثار أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا. وتعد منطقة آثار بني حسن الأثرية واحدة من أهم المناطق الأثرية بالمنيا، حيث تحتوي على عدد كبير من المقابر المنحوتة في الصخر، منها 4 مقابر مفتوحة للزيارة ذات نقوش ملونة خلابة. رحبوا معايا بضيفنا في الاستوديو الاستاذ علاء خليفه، خبير التسويق السياحي الدولي. اهلا بحضرتك. نتكلم الاول عن اخبار السياحه في اسبوع، السياحه رايحه على فين، العاملين في قطاع السياحه عايزين يطمنوا، يعني شايفين ان الدنيا بتفتح، الناس بتاخد اللقاح، دول كتيره ابتدت انها يعني تقلل شويه من الاغلاق، وفي كمان وفود سياحيه ابتدت تيجي بلدنا لاول مره بعد فتره من الانقطاع. فدينا مؤشرات السياحه خلال الفتره اللي جايه. الحمد لله احنا في خطه الريكفري طبعا كانت منظمه السياحه العالميه كانت عامله 3 سيناريوهات، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، كان في سيناريوهات للريكفري او لاستعاده الحركه السياحيه، وكان من ضمنهم سيناريو سنه يعني استعاده الحركه بشكل كامل على 2024، بدايه من 2022 ل 2024. اعتقد ان 1.4 مليار سائح اللي بيسافروا بشكل عالمي يعني هنكون استعدنا الحركه السياحيه، ويمكن اكتر كمان. مؤشرات كبيره ان الدول قررت مؤخرا انها تتعايش مع فيروس كورونا برغم خطورته، لان ارتفاع معدلات الفاكسينيشن او التطعيم في دول كثيره من العالم او مقاصد كثيره شجع الدول على فتح السياحه الخارجيه او تصدير السياحه. ناس كثيره بقى لها فتره طويله ما سافرتش، داخلين تقريبا في سنتين، والحمد لله مصر كانت عندها سياسه معتدله جدا في عدم المنع وفي نفس الوقت تطبيق الاجراءات الاحترازيه. برضو حتة ان احنا عملنا تطعيم للمناطق الشهيرة للسياحيين زي الغردقة وشرم الشيخ، وان شاء الله دلوقتي بنعمل الأقصر وأسوان ومدن الكبرى. دي شجعت دول كتيرة جدا على تصدير السياحة لمصر، ارتفاع معدلات التطعيم حاليا وتوفر الأمصال ضد كورونا بالذات في القطر المصري أدى إلى أن بعض الدول زي إنجلترا لسه مؤخرا رفعت الحظر عن السفر لمصر. عودة السياحة الروسية عندنا النهاردة الحمد لله ناس بيجونا من أمريكا الشمالية، عندنا الأوروبيين ابتدوا ييجوا عندنا، ابتدى الإيطاليين ينزلوا في مناطق معينة من البحر الأحمر في شرم الشيخ وهكذا. أعتقد أن احنا في طريقنا الريكفري بشكل سريع جدا، واعتقد ان احنا محتاجين نركز الفتره القادمه على التجربه السياحيه، نقدم تجربه فريده من نوعها. ليه؟ لان اللي حصل ان الاسواق التقليديه للسياحه تشكلت وتغيرت واتجاهاتها تغيرت، واتجاهات السائح وتعامله مع المقاصد السياحيه تغيرت. من يقدم التجربه الافضل هو من يفوز في
في في طيب استقطاب اكبر عدد. هنتوسع شويه في النقطه الاخيره حضرتك اتكلمت فيها اللي هو دورنا كشعب وكعاملين في القطاع السياحي وكدوله الحقيقه بعد بدايه عوده السياحه بهذا الشكل ودخول اسواق جديده وجنسيات كانت منقطعه فتره عن مصر بسبب جائحه كورونا او غيره، دورنا ايه؟ انت قلت انه لازم نقدم الشكل المختلف والعصري للخدمات السياحية. حركة التجربة السياحية هي تجربة نبع من لحظة وصول السائح الى مصر الى لحظة مغادرته. تمام. التجربة دي مش لا تقع بشكل كبير على الدولة واجازتها، ولكن تقع على كل من يتعامل في هذا القطاع. ولكن الطرق المنظمة ليها والقوانين المنظمة ليها وطريقة التعامل المانيوال اللي هو يعني المانيوال بوك بتاع الناس اللي بيتعاملوا مع هذا القطاع، طريقة دخول السائح، طريقة تواجده، طريقة الخدمة المقدمة ليه، المعاملة، محتاجين طبعا ان احنا ندرسها كويس جدا ونشوف ايه المعوقات ونحلها. المعوقات كنا زمان بنفتكرها على المستوى الجماعي، ولكن المعوقات النهاردة أصبحت على المستوى الفردي، بمعنى إن أي انطباع، بما إن العالم كله أصبح قرية صغيرة، فأي انطباع سلبي بيحصل عن أي مقصد سياحي ممكن يبقى ليه حاجة اسمها تأثير، أنا بسميها عندي في كتاباتي يعني حاجة اسمها تأثير الفراشة. ما هو تأثير الفراشة؟ حاجة صغيرة احنا بنسميها مستصغر الشرر بيؤدي الى كوارث كبرى، بمعنى ان انا لو في عندي تجربه سيئه لسائح او جنسيه معينه او هكذا، مش لازم نميز ما بين السياح في اسعارهم في اقامتهم في الفنادق، ده شيء خطا كبير جدا، لازم نتجاوب مع العصر، ولازم تبقى خطتنا للتسويق بتقول ان احنا عندنا تجربه فريده من نوعها ومحدش يقدر يقدم لك نفس التجربه. لازم ننوع في من المنتج السياحي، لازم السائح يكون حر الحركه، مش لازم يبقى في كبسوله، ولازم نحركه باختار ونرجعه باختار، مهم اختار بشكل داخلي بس مش لازم السائح يحس بيها، مش لازم ينتظر ساعه في المطار علشان خاطر تيجي عربيه نجده عشان تاخده لفندق لمده يعني 2 كيلو من جنب المطار، ففرض الامن كفايه جدا ان هو يكون في السياره، مش لازم ان احنا نحسسه ان في حاجه عندنا. يعني ما بقتش النظرة زي زمان، الناس ما بقتش تبص للموضوع على انه ايه ده بيدوني يعني انا كده احسن وافضل، لا، الناس بقت تقضي ساعات طويلة جدا في الطيران، بقت تقضي ساعات طويلة جدا في البي سي ارز والفحوصات، وبقى التباعد الاجتماعي امر مسلم بيه، وبقى التعايش مع هذا الفيروس فاضاف اعباء زيادة على السائح المنتظر. فاذا لما السائح بينزل اي ديستنيشن مش محتاج ان حد يضيف عليه تجربة ثقيلة، لانه هيجي السياحة ما هي الا عبارة عن تجربة، اذا عشتها يعني وسعدت بها كررتها، واذا لم تسعد بها فلن تكررها ابدا، ولن تقوم بالدعاية ليها لاصدقائك او لمواطنيك في بلدك. التجربة بتبدأ منذ لحظة نزوله المطار ورؤيته للطرق والمظهر الحضاري والتعامل مع الناس، الى الفندق، الى برنامج الرحله، الالتزام بالمواعيد وغيره. طيب احنا جهود الدوله عندنا في تطوير لقطاع الطرق كبير جدا في ازاله العشوائيات اللي كانت موجوده في طرق كتير، وده بيحسن المنظر. كمان عندنا في تطوير لبرامج ومناطق سياحيه كامله بتتغير، وخلق منطقه سياحيه جديده بالظبط، منطقه الاهرامات والمتحف الكبير، منطقه الفسطاط ومتحف الحضاره طبعًا. ونقل المومياوات الملكيه طبعًا. في ذروه جائحه كورونا، ودي كانت دعايه كبيره جدا سياحيه لمصر. كمان عندنا الاكتشافات الاثريه اللي بيتم الاعلان عنها ولم تتوقف رغم كورونا وغيره. كلمني عن جهود الدوله من رؤيتك لما تقوم به في قطاع السياحه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في اخر 8 سنوات اللي اتعمل من تطوير في بالذات للواجهة الحضارية لمصر، سواء في طرق أو مدن أو صناعة أو زراعة أو ريل ستيت أو كل الحاجات ديت، كان نقلة حضارية لمصر بكل مقاييس، والكلام ده عايزين نحافظ عليه.
عايزين نحافظ عليه، عايزين نبقى نقدم تجربة فريدة للسائح من نوعها. السياحة مصدر مهم جدا لدخل أي بلد. عايزين رسالتنا اللي هي رسالة تسويقية، بما أننا يعني متخصص في التسويق السياحي الدولي، أقول لك إن نجاح أي نجاح أي حملة سياحية دولية للمقاصد تعتمد على عامل كبير جدا، وهي صدق الرسالة. الرسالة اللي بتقدمها خلال الحملة تكون موازية للواقع اللي بيعيشه السائح. يعني انت بتقدم له حملة بتقول له انا كويس وحلو وجميل وعندي الشمس وعندي 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 وعندي، لو جه لقى حاجة مختلفة، فاذا هنا بتعمل ريفلكس، يعني بتعمل للأسف معاكس تماما للي انت عايز تقصده من توصيل الرسالة. فلازم الرسالة تكون موازية للواقع. تمام. اللي احنا عملنا مجهود رائع جدا، عايزين بقى المجهود ده يكلل بان احنا نقدم تجربة رائعة فريدة من نوعها. عايزين الجميع يتبارى في ان هو يقدم الوجه الحضاري للسياحة، وعايزين الناس حست قد ايه بقوة هذه الصناعة، لانها صناعة مدر للنقد الاجنبي، وصناعة بتشغل مش بس قطاع واحد، تشغل حوالي 40-50 قطاع. عايزين السائح القوي، عايزين السائح الغني، عايزين شريحة من السياحة. ولذلك السيد رئيس الجمهورية اهتم جدا، وسيد رئيس الوزراء، بسياحة اليخوت الفترة الماضية. وده احنا لازم نستقطب هذا النوع من السياحة. وانا شايف ان احنا خطتنا في تسويق المقاصد القادمة لابد ان تركز على نوعية السائح وقدرته المالية على الصرف او القدرة الانفاقية، مش مجرد عدد. احنا مش عايزين نجيب عدد، احنا عايزين نجيب السائح اللي نقدم له تجربة فريدة من نوعها يرجع تاني ويجينا تاني مرة اخرى. عايزين نعمل دخل اكبر من كده. الناس يعني تنتظر بشوق عودة السياحة، واعتقد ان الجميع متكاتف. والقرار اللي حضرتك اتكلمت عليه النهارده اللي هو تحديد او اللي هتكلم عليه النهارده اللي هو تحديد الحد الادنى للاقامه في الفنادق، هو قرار جميل وكويس، لان في بعض الاحيان كانت المقاصد سياحيه. طيب قبل ما ندخل بس في موضوع الحلقه، ان حضرتك قلت المفروض ان احنا نخلق اسواق جديده ونغير انماط السياحه، استوقفتني الكلمة دي لأنه إحنا عندنا أنماط كتيرة جدا من السياحة متفردة عن دول كتير قوي. في دول قائمة على السياحة الطبية بس، في دول قائمة على سياحة المؤتمرات بس. إحنا عندنا السياحة الترفيهية والشاطئية والطبية والسياحية والثقافية، فاضل السياحة الدينية، وإحنا عندنا مسار العائلة المقدسة، وكان الحديث عن إحياء هذا المسار لأنه ده حيدر آلافات من الأموال أو ملايين الأموال، لأنه في سائحين كلهم عايزين يشوفوا مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية المسيحية. حتى الآن لم يتم الحديث مجددا عن هذا المشروع بالشكل اللي كان حصل منذ فترة. طب ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ شعار العلامة التجارية للسياحة المصرية إيه؟ Egypt has it all. عندنا كل حاجة، عندنا الشمس وعندنا الأثار وعندنا الشواطئ وعندنا سياحة الغوص وعندنا أنواع كتيرة جدا من السياحات وسياحة المغامرات وعندنا الصحاري وعندنا 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 حاجة كتير قوي. وعندنا طبعا السياحة الدينية، وعند كل هذه الأنماط احنا محتاجين طبعا نركز عليها، ولكن تشتغلها كلها مع بعض. مش عايز اسمها دولة متخصصة في حاجة واحدة، اشتغلها كلها مع بعض، شجع جميع الأنماط. ده أنا رأيي، يعني أنا ببني خطة تسويق سياحي، أنا أشجع جميع الأنماط وهعمل حملات تسويق مشتركة. أهم حاجة في تسويق المقاصد السياحية أن أنت تعمل حملات تسويق مشتركة مع من يهتموا بهذه المسارات السياحية. النقطة الثانية أن لازم يكون في KPI واضح، لازم يكون في يعني Key Processing Indicators كده واضحة، معطيات واضحة لأي حملة تسويق سياحي. الحاجة الثانية يعني دايما ما نعيدش اختراع العجله، يعني انت ايه الاقوى حاجه انت قوي فيها وقويها بزياده. يعني انت قوي جدا في السياحه الثقافيه، ادي لها اهتمام اكتر، قوي في السياحه الشاطئيه، ادي لها اهتمام اكتر، وهكذا.
في بعض الأحيان بيبقى الناس بتقولك احنا عندنا نوع معين من السياحة هنهتم بيه وده هيجيب لنا مليارات، ولكن لا، مش الأمور ما بتتحسبش كده. الأمور بتتحسب انت الـ هل ده قوتك، هل المنافسة عندك بنش مارك المنافسة اللي حواليك. يعني بنتكلم عن السياحة العلاجية، احنا مش بلد بتاع سياحة علاجية، احنا بتاع سياحة استشفائية. يعني لو بصيت لها انت مش بتاع سياحة علاجية، انت ما عندكش الانفراستراكشر الميديكال زي ما موجود في بلاد تانية بتعمل. لكن كويس ان احنا بنحاول، وكويس ان احنا بنبني وبنعمل حملة فيروس سي، وكويس ان احنا بنعمل دي بداية، مجرد بداية. لكن لو حابب تقول لي ايه احلى حاجة فيك انت، هل انت مقارنة بكالوفيفاري مثلا في تشيكوسلوفاكيا عندك سياحة استشفائية؟ عندي سياحة استشفائية، عندي سيوة، وعندي سفاجة، وعندي حاجة كثيرة جدا، وعندي أسوان، وعندي الكلام ده. لو جينا مثلا لموضوع مسار العائلة المقدسة، فكرة عظيمة ومسارات عظيمة، لكن هي مش هتستقطب هذا العدد من السياح الكتار، بس هي خطوة مهمة جدا 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 ان احنا نستعد على الطريق ونكون على الطريق. طيب ندخل في موضوع الحلقة. واعتبارا من اول نوفمبر خلاص هيتطبق القرار الوزاري بتحديد الحد الادنى لمقابل خدمة الاقامة في المنشآت الفندقية. تفسيرك لاسباب اتخاذ هذا القرار؟ اولا كان في منشآت فندقية كتير جدا بتتباع باندر برايس، يعني بسعر اقل من سعر الخدمة المقدمة، على اساس ان هي بتجيب اعداد كبيرة وبتستقطب اعداد كبيرة، ولكن استقطاب هذه الاعداد بيستهلك جزء من الطاقة، ويستهلك جزء من الخدمات اللي مقدمة، ويستهلك ريسورسز. السياحة النهاردة بتتجه لجزء مهم جدا، وحاجة الاستدامة، سستينبل توريزم، او سياحة الاستدامة. سياحة الاستدامة، السياحة اذا ما كانتش to benefit local community، مش تستهلكها، يعني مش تستهلك المجتمعات المحلية، ولكن تفيدها اكتر. فكانت الفنادق، فعلا فنادق الثلاث نجوم والاربع نجوم والخمس نجوم، بعض الاحيان كانت مش كل فنادق خمس نجوم عشان نبقى صديقين، كانت بتتباع باسعار قليلة لمجرد ان في اعداد اكبر. فكان ضروري جدا ان احنا ناخد قرار ان احنا نحط مينيمم لهذه الاسعار. لكن هذا القرار في مجمله كويس، مش وحش، ولكن في ما كانش واضح. يعني انت النهاردة $40 اللي حطيتهم، او $28 الفور ستار و$40، هل هو بالوجبات؟ هل هو روم اونلي؟ هل هو بوجبة واحدة يعني بيد اند بريكفاست؟ ولا هل هو بالثلاث وجبات؟ هل هو اول انكلوسيف؟ هل هو فول بورد؟ انت ما حددتش. وهل هو السعر ده بير روم بير نايت ولا بير بيرسون بير نايت؟ يعني فلازم يكون في تفسير واضح للموضوع ده. الحاجة التانية، انا رأيي ان قرار هذا ممتاز جدا للسياحة الخارجية، ولكن انا شايف ان السياحة الداخلية كانت اكبر سند واكبر داعم للفنادق في الأزمة الماضية. فما ينفعش ان احنا نعلي على السياحة الداخلية ونعلي على عشان بس ان في مينيمم تشارج ونخلي الفنادق تعلي. لا، انا شايف ان احنا نطبقه على السياحة الخارجية للسياحة الاجانب، وده حاجة افوردبل بالنسبة لهم، يعني يقدروا يدفعوه. ولكن على السياحة الداخلية انا شايف ان هي لازم يبقى فيها تسهيلات، ولازم يبقى فيها، لان السياحة الداخلية دي اكبر معين للسياحة عندما تتوقف. احنا توقفنا يعني تقريبا 10 سنوات من اول 2011، في فترات كتيرة حصل توقفات. المنقذ الوحيد للسياحة وفي اخر ازمة، في ازمة كوفيد 19 كورونا، كانت سياحة داخلية. بدون السياحة الداخلية كانت فنادق كتير جدا ما زالت مغلقة لغاية النهاردة. طيب هل شايف ان القرار ده ممكن يؤدي الى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار اللي كانت موجودة الفترة طبعًا اللي فاتت؟ طبعا هو هيؤدي الى ان ارتفاع تكلفة المقصد السياحي المصري، وده شيء احنا كلنا بنطمح اليه، وكلنا عايزين مصر تتباع باحسن اسعار واسعار موازية للخدمة المقدمة. ولكن انا عايز اقول لحضرتك في قرار غيره اعتقد ان احنا محتاجين نبص عليه شوية، وهو قرار ان مقدم الخدمة او الشركة الجالبة للسياحة لها الحق في انها تبيع، لها الحق فقط انها تبيع رحلات اختيارية للسياح المستجلبين. انا ده قرار كان طلع من فترة،
أنا في رأيي الشخصي القرار نيته صافية وكويسة أنه ما يحصلش أن شركات تخطف شغل من بعضها، ولكن القرار للأسف بيؤدي إلى موضوع حرق الأسعار اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. ليه؟ لأن أنا لو عندي مجموعة من السياح أو جنسية معينة بستجلبها من دولة أخرى معينة، وأنا عارف أن أنا بحكم القانون أنا الوحيد المنوط لي أن هو يبيع رحلات اختيارية في المقصد السياحي، سواء هذه رحلات بحرية أو رحلات سفاري أو رحلة لمنطاد أو رحلات كتيرة رحلات خيرية، لو أنا عارف هذا الأمر فده معنى كده أن ده مصدر دخل زيادة ليا، فساعتها المكسب بيعوض من الرحلات الداخلية، وهذا خطأ كبير. لازم مكسب أي شركة سياحية مستجلبة أن يكون في برنامج السياحي بتاعها مش في الرحلات الاختيارية. فالنهاردة أنت لما بتحدد أن هو الوحيد اللي يعمل الرحلات الاختيارية، ده معناه أن أنت بتقول له احرق وتعالى اكسب من الرحلة الاختيارية، طبعا مع الاحتفاظ واحترام الكامل للشركات وحقها في أن هي تبيع الرحلة الاختيارية لزبونها، ولكن هي عندها وقت تبيع الرحلة من خلال بيع البرنامج الأصلي يعني. وبعدين النهاردة احنا بقينا في عصر منفتح، يعني النهاردة في كذا منصة عالمية موجودة تقدر ان هي تبيع الرحلة الاختيارية للسائح قبل حتى وصوله لأي بلد في العالم لأي مقصد سياحي. في منصات كبيرة جدا ومنصات تمتلكها يعني فايا تورز وجيت يور جايد وحاجات، منصات عالمية بمليارات الدولارات، ودخلت في القط فيها اكسبيديا ودخلت بوكينج دوت كوم وهكذا. رأيي بقى نرجع لموضوع تحديد او ان احنا نبيع المقصد السياحي بسعر طيب عالي. قبل ما نتكلم في حتة عايز اقولك عليها تكنيكال شوية. طيب يمكن اصدقائي في صناعة الفنادق وغرف الفنادق هيفهموها. المقصد السياحي المصري وغيره مقاصد سياحية موجودة كتير في منطقة الشرق الأوسط، لما بتمضي عقود مع محركات الحجز العالمية الشهيرة اكسبيديا وبوكينج والناس دي، لما بيمضي عقود بيمضي على فقرة اسمها Most Favorite Nation، وهذه الفقرة بتحدد سعر هو أفضل سعر المحركات الحجز دي بتاخدها. تمام. بيمنع الفندق نفسه ان هو ينافس في السعر. فالفقرة دي احنا بنسميها الوايد رينج برايس باريتي، يعني السعر الموازي بعيد المدى، اللي هو انت تديني السعر ده ما تدوش لحد تاني خلاص. وده في حد ذاته خطأ. ليه؟ لان مقدم الخدمة الاصلي اللي هو الفندق من حقه ان هو ينافس، ومن حقه ان هو يحط الاسعار اللي حسب عرض وطلب. تمام. فاوروبا تفهمت هذا الامر ولغوا هذه الفقره من عقود محركات الحجز العالميه، زي فرنسا وزي اسبانيا وزي ايطاليا لغوا فقره البرايس باريتي تماما من العقود عشان يخلي الفنادق تنافس بأسعارها. عشان كده لما تروح إيطاليا وتروح إسبانيا وتروح فرنسا بتلاقي سعر الفندق عالي. أوكي؟ تمام. طيب خلينا نتكلم عن سياسة التمييز السعري. تمام. والحقيقة أن هذه السياسة بتفرق ما بين السائح على حسب الجنسية، تتبعها بعض الفنادق الحقيقة. عندنا السائح المصري، السائح العربي، السائح الأجنبي. شايف إزاي ممكن هذه السياسة أنها هل لها مميزات وعيوب؟ شايف انها هل ممكن تؤدي الى نتائج يعني غير محمودة؟ يعني كلمني عنها تقييمك. قبل الكورونا حضرتك سافرت بلد برا مصر مش كده؟ ايه البلد اللي سافرت بلد؟ هل حضرتك سافرت قبل كده؟ سافرت بلاد عربية. وانت قاعد في البلد العربية وقاعد في الفندق، هل حد سألك انت معاك باسبور مصري فانا هديك سعر اغلى من السعر بتاع الروسي مثلا؟ ما حدش عمل كده صح؟ فيش بلد في الدنيا او ما فيش مقصد سياحي، خلينا نتكلم بالمقاصد سياحية، فيش مقصد سياحي في الدنيا بيميزك ان انت جنسية عربي او جنسية روسي او جنسية امريكي او الكلام ده. الستركشر بتاع الاسعار ده او التيرز بتاعت الاسعار دي كانت سياسة قديمة وانتهت. انتهت امتى؟ مع ظهور محركات الحجز العالمية.
انتهت مع ظهور محركات الحجز العالمية التي تحجز بشكل ديناميكي اللي هي اسمها دايناميك ريت بوكينج او ريزرفيشن. فالنهاردة انت ما ينفعش تطبق سياسات سعرية كفندق مختلفة باختلاف الجنسيات، لان هذا ضد مبادئ الامم المتحدة بالتمييز. ينفعش انت تميز شخص عشان هو جاي من دولة خليجية فهو ما دفعه ضعف الشخص اللي جاي من دولة اوروبية، وما ينفعش ان انا اميز حتى السائح الداخلي عن السياحة الاوروبية. ممكن اعمل له خصم لان السائح الداخلي مفهوم ان هو بيدفع الضرائب اكثر من السائح الانترناشنال، ولكن ما ينفعش ان يبقى عندي سياح جايين مثلا من المملكه العربيه السعوديه او من بلاد شقيقه زي الامارات او المملكه العربيه السعوديه، واقول والله انت عشان تقعد عندي في الفندق ده لازم بتدفع هذا الريت، ده سبيشال ريت للخليج. السائح نفسه لما بيلاقي التمييز ده بيتحول لوجهه اخرى، بيتحول لوجهه اخرى. طيب في خط ساخن الوزاره وهو 19654، ده خاص بتلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين في اماكن بالفنادق، يعني باداره الفنادق. خلينا نتكلم عن اهميه ده ايه. لازم يبقى في ريسبونس تيم وكاستمر سيرفيس، ولازم يبقى في حد يسمع، لازم يبقى في كونتاكت وسيرفيس لاين. اللي عملته وزاره السياحه ده شيء غايه في الروعه. كان زمان ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه هوت لاين، مش حد يشتكي ان دي حاجه بتحصل، عشان يبقى في معالجه للامر بشكل فوري. شوف في السياحه في 30 سنه سياحه اللي فاتوا دول اتعلمنا حاجه مهمه جدا، كونسبتس معينه. اول حاجه ان لما يكون عندك مشكله، اذا لم تعالج هذه المشكله اصبحت شكوى. بالظبط. والشكوى صعب حلها. ليه؟ ليه الشكاوى يعني الشكوى المستدامه او مستديمه صعب حلها؟ لان ساعتها الدمج او بتكون حصل. بمعنى ان لو حد عنده مشكله وما اتحلتش وسافر بلده، لا هتعرف توصله، لا هتعرف تعوضه، فيبقى الافضل ان يتم حلها سفير بدل ما يكون سريع. سفير ايجابي للمقصد هيبقى سفير سلبي للمقصد. طيب احنا عندنا كمان تم استبدال الجزاءات اللي كان بتوقع قبل كده على المنشات المخالفه من الاغلاق الى غرامات ماليه ضخمه، ده برضو اكيد ليه مردوده. شوف الاغلاق طبعا ده هو عقوبه، ولكن انت عارف زي ما بتكون بتعاقب منشاه فبتعاقب جميع المعاملين بالمنشاه. تمام. توقيع الغرامات برضو هي عقوبه، ولكن الفكره مش بس في توقيع الغرامات او حتى الاغلاق، كل دي امور داخليه تتصرف فيها الجهه الحاكمه. ولكن هي الالتزام بجايد لاينز معين، ولازم تكون القرار واضح والقرارات واضحه، ولازم يكون في بروتوكول، لازم يكون في مانوال معين. تمام. بحيث ان احنا نقول له انت مشيت عن المانوال، خرجت من هذا المانوال وعملت حاجه ضد هذه القرارات او ضد هذه اللائحه، فاذا انت معرض ان انت. انا رايي الشخصي ان احنا نعمل انذار اول وانذار تاني وبعد كده نوقع العقوبه. تمام. طيب ننقل للخطه الاستراتيجيه المتكامله للسياحه، وعندنا كمان الاستراتيجيه الاعلاميه الترويجيه. بالنسبه للاولى تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحيه الشهر اللي فات مع بيت خبره ايطالي، وبالنسبه للاستراتيجيه الاعلاميه الترويجيه المفروض انه بتمتد لمده 3 سنوات. كلمني عن الاستراتيجيتين من وجهه نظرك النقديه او التقييميه. اولا احنا طبعا اي مجهود تسويقي للمقصد السياحي المصري ده شيء محمود جدا وشيء احنا بنشجعه تماما. انا كان نفسي اعرف الاستراتيجيه ايه، لان ما حدش اعلنها، لان الحاجات دي بتبقى فيها يعني ترانسبيرنسي، فلازم تعلن انت تقول ايه الاستراتيجيه، ايه الهدف بتاعك، ايه الجولز بتاعتك. لغايه اللحظه دي انت ما تعرفش الريزلتس ايه، سواء في تحالف او ما في، يعني الناس بتتحالف مع بعض علشان تطلع باهداف معينه. للأسف ما حدش عبر عن هذه الأهداف، ولكن أنا أكاد أجزم إن هي هتتماشى مع ظروف العصر ما بعد كورونا. أعتقد إن إحنا لو أنا مكان يعني هذا التحالف أنا أحط أهداف واضحة، والأهداف هي إن إحنا مش هنركز على المقاصد البعيدة،
لازم نركز على المقاصد اللي ما بين 3 إلى 5 ساعات مننا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا هنسوق المقاصد السياحيه المصريه مش على انها مقصد واحد، على انها مقاصد مختلفه. كل مقصد له علاماته التجاريه المنفصله. ليه؟ علشان ما يحصل مشكله تاني، حصل لا قدر الله اي مشكله او حاجه، مقاصد اخرى لا تتاثر لو حصل في مكان واحد. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثالثه لازم نقدم نفسنا برساله تسويقيه تتماشى مع الواقع التسويقي. لازم نركز على التفاعل مع المجتمع الداخلي، ولازم نركز على التفاعل مع الثقافة الداخلية في رسالتنا، لأن السايح ما بعد كورونا هو سايح المغامرات، هو سايح التفاعل مع المجتمعات والمحلية والدراسة ومعرفة عادات وتقاليد هذه المجتمعات. عايزين نرجع لهذا النوع من السياحة لأن ده مهم جدا. طيب أخيرا وسريعا عشان وقت الحلقة، وما يتعلق بما ذكره بيج رامي في المؤتمر الصحفي ودعوته للسياحة في مصر، وقال إنها بلد نضياف وشعبها كريم وفيها أماكن سياحية جميلة جدا، إزاي ممكن يتم استثمار سفراءنا في الخارج زي بيج رامي محمد صلاح في الترويج للسياحة المصرية، الانفلوينسرز والمشاهير، ده نوع برضو من التسويق والدعاية؟ طبعا الانفلوينسرز أو مؤثري الحياة الاجتماعية والسوشيال ميديا والحياة الرياضية من أكبر مؤثري على المقطع كبير جدا من المتابعين. فبيج رامي لما بيقول هذا التصريح بعد فوزه بجائزة مستر أولمبيا، ده في حد ذاته دعاية كبرى، لكن لابد أن نستثمر هذا الحدث، ولابد أن احنا نجيب بيج رامي وندخله في الميديا والإعلام والتلفزيون، ولازم لازم أن احنا أنا لو هيئة تنشيط سياحي أتعاقد مع بيج رامي إن هو أرعى، وان هو لازم مش بس يقول بعد الفوز بالجائزة، لا ده اكيد هيشارك في مسابقات اخرى. هو طبعا مصري مخلص، ولكن بس ندعمه كمان ونقول له اكثر من هذا، لان احنا محتاجين ده. محمد صلاح بيعمل كده، مش بس رامي ومحمد صلاح، ناس اخرى مخلصين ومحبين لهذا البلد، وكلنا بنتكلم. احنا سفراء بالظبط في الخارج وبالداخل، احنا سفراء لمصر لاننا بنحب مصر. هذه البلد تستحق مننا الكثير، وان شاء الله هنكون في احسن حال، وان شاء الله هنستعيد الحركه السياحيه بشكل افضل. بشكرك استاذ علاء خليفه خبير التسويق السياحي الدولي، شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من المجله السياحيه. بشكركم على حسن المتابعه، الى لقاء الاسبوع المقبل وحلقه جديده من المجله السياحيه.